القرآن الكريم، لماذا أو هل برأيك يجب أن يقرأ من خلال مفسرين؟ يعني في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، تشبع الجميع تقريبا أو الغالبية بفكرة أن القرآن يجب أن تقرأه من خلال أو تفهمه من خلال وسطاء، من خلال مفسرين، من خلال أحاديث، والقرآن مكتوب بلغة عربية واضحة، أليس كذلك؟ هو مكتوب بلغة عربية واضحة، لكن هل العرب يفهمون هذه اللغة العربية الواضحة الآن؟ هنا السؤال. بمعنى أنا أقول لك مثلا، مثال الله سبحانه وتعالى يقول: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. لو سألتك ما المعنى الختار الكفور؟ إذا تحتاجين لمفسر. لا، أنا دحين ما راح أجاوبك، بعد الحلقة أجاوبك، أنا هنا أسألك. طيب استحملني. هل لو سألنا وقلنا للمستمع المشاهد الآن هل تعرف معنى ختار؟ شاركنا في الانتخابات باش تبون يرجع الجزائر للطريق الصحيحه، الرئيس اللي يجي مور تبون هو اللي بدل الدستور، ماشي تبون. اللي وراه يجي رئيس نوفمباري وباديسي تاع الصح هو اللي بدل الدستور، ماشي تبون. ما تقولوش دوك تبون نوفمباري وباديسي لانه ما كان ندخلوا في التفاصيل. بارك الله فيكم. تي تاكلي وتشربي وانا حرارتي عليا.